السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة. إذا يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، والآن وفيكم بمصر تطالب بدعم وتمكين الجيش اللبناني والالتزام بتنفيذ القرار 1701. في اتصال مع بلينكن، عبد العاطي شدد على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. طالبت مصر بدعم وتمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني للاطلاع بواجباتها في حفظ أمن وسيادة لبنان، مع التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره. وخلال اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم، تناول التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة. حذر عبد العاطي من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس تجنب الانزلاق المنطقة لحرب إقليمية ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها. وصرح السفير تميم خلافة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي شدد على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا على أهمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار مع العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني. وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بمناسبة مرور عام كامل على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من تصعيد واضطرابات واسعة والاطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كامل وغير مشروط والتعامل مع جذور الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرق الاتصال إلى مسألة الأمن المائي المصري، حيث أكد عبد العاطي على الموقف المصري الداعي للتوصل لاتفاق ملزم قانونا لتشغيل السد الأثيوبي وأعمال قواعد القانون الدولي في هذا الشأن، مشددا على أن الأمن المائي المصري مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها. وبهذا قد أقنعناكم بمصر تطالب بدعم وتمكين الجيش اللبناني والالتزام بتنفيذ القرار 1701. لا تنسوا اشتراك في القناة في زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.